بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة النهاردة هو سونار الأمعاء الكورس اللي احنا عملناه النهاردة هو بدأ بإنترودكشن عن مرض القولون التقرحي والكرونز. الحقيقة هو ده مرض يمكن موجود من زمان، ولكن دلوقتي مع زيادة الحالات اللي بقت موجودة بقى واخد اهتمام أكبر. بدأنا بمقدمة عن مرض الالتهاب التقرحي والوسائل المختلفة للتشخيص، ثم بعد كده محاضرة قصيرة عن الـ definition والـ mistakes اللي بتحصل في أثناء الـ practice بتاع الـ disease دوت، إيه اللي بيحصل، إيه اللي محتاجين نحنا ناخد بالنا منه، ثم بعد كده إن شاء الله هنتكلم عن المقدمة عن سونار الأمعاء. سونار الأمعاء يمكن من الحاجات الحديثة اللي بدأت دلوقتي تنتشر عندنا في مصر، يمكن ما كانش موجود السنين اللي فاتت. هي وسيلة سهلة، أنا بعتبرها زي سماعة دكتور القلب ودكتور الصدر. جهاز السونار لما يبقى جنب الدكتور يقدر إن هو يبدأ يشخص الحاجات الرئيسية في الأمعاء الدقيقة، يبدأ يشخص لو حصل لا قدر الله مضاعفات محتاجة تدخل جراحي سريع، يبدأ يشخص لو في مشاكل قابلت العيان في أثناء متابعاته المختلفة لهذا المرض. وإن شاء الله هيبقى فيه برضو هاند أون. العدد الحقيقة بنفضل ان الاعداد بتبقى في الاول يمكن قليلة شوية عشان خاطر نبقى نقدر نساعد ان كل الموجودين يقدروا يعملوا practice hand on training. هيبقى فيه session للهاند اون تريننج على مرضى مختلفين من امراض القولون التقرحي، من امراض الكرونز اللي هم حالاتهم مستقره، من امراض الكرونز اللي حصل لهم مضاعفات، وهيقدر سونار الامعاء يساعدهم في تشخيص هذه المضاعفات. بالنسبه للكورس الاولاني الويف الاولانيه الحمد لله لما تمت على خير الحمد لله، احنا حضر فيها مجموعه من الناس قدروا ان يحضروا الجزء النظري اولا، ثم الجزء العملي انه يمارسوا الهاند اون تريننج بنفسهم على عيانين فعليين للمشكله اللي موجوده. وان شاء الله باذن الله بنعلن عن وجود من مجموعه عين شمس تحت اشراف الاستاذ الدكتور محمد امين صقر والدكتور وليد عبد العاطي وتحت اشراف الدكتور شيماء يوسف عن وجود ويفز اخرى لسونار الامعاء اللي يمكن اصبح ليه اهميه كبيره جدا في تشخيص المرض القولون التقرحي والكرونز ومتابعه المرضى. ان شاء الله باذن الله في ويفز في شهر 3، وان شاء الله باذن الله بنعلن عن ويفز اخرى في خلال الفتره القادمه باذن الله، عشان نقدر نفيد ان يبقى فيه في البراكتس بتاعنا سونار الامعاء لمتابعه المرضى القولون التقرحي والكرونز. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بشكركم على اللقاء. هو الحقيقه احنا النهارده بصدد بدايه دوره للموجات الصوتيه على الامعاء في حالات التهاب تقرحي والى حد ما التهاب كرونز ومرض كرونز والى حد ما الالتهاب التقرحي، ودي دوره معموله بالتعاون ما بين مجموعه الالتهاب الامعاء في جامعه عين شمس الاي بي دي جروب اللي انشئ سنه 2010. والكورس ده كورس يمكن يكون من الحاجات النادره اللي بتتعمل، يمكن تكون لسه في بدايته في مصر يعني. والمحاضره اللي اديتها النهارده كانت بتتعلق بالتمهيد لهذه الدوره، كنا بنتكلم عن كيفيه الوصول الى التشخيص لامراض القولون التقرحيه ومرض كرونز اللي بيصيب اي جزء في الجهاز الهضمي. فمحاضره النهارده كانت بتتكلم عن كيفيه التشخيص بدايه من الاعراض اللي بيحس بيها المريض وايه الحاجات اللي الطبيب هيلاقيها في المريض عند الفحص، والطرق المختلفه للتشخيص بدءا من التشخيص المعملي، ايه الفحوصات المعمليه اللي احنا بنطلبها الى الموجات الصوتيه والاشعه المقطعيه والرنين وما شابه ذلك من الوسائل الاشعه التشخيصيه، ثم انتهاء بالمنظار واخذ عينات وفحصها فحص نسيجي عشان نوصل الى التشخيص بتاع المرض. يمكن ده كان الكلام اللي احنا عملناه النهارده كتمهيد لهذه الدوره اللي انا بعتبرها الحقيقه من الحاجات المهمه جدا جدا في التشخيص خصوصا في مرضى كرونز. يمكن من الحاجات اللي تعتبر هي الحقيقه ما هيش جديده قوي، لكن من الحاجات المهمه اللي بدات تنتشر حديثا ان احنا نستعمل العلاج البيولوجي في علاج مرض كرونز ومرض
الالتهاب التقرحي للمرضى اللي عندهم دواعي، يعني بكرر تاني اللي عندهم دواعي فقط لا غير لاستخدام العلاج البيولوجي، سواء كان الاستخدام من البداية في المرضى ذوي الخطورة الكامنة أو تأجيله لما بعد عدم الاستجابة للعلاج التقليدي. يمكن ده المهم قوي. واستخدام الأشعة المقطعية أو احنا بنسميها الأشعة الطبقية والرنين المغناطيسي في التشخيص، والموجات الصوتية يمكن دي من الحاجات الحديثة اللي أضيفت سواء كان في التشخيص أو في العلاج. أشكركم. هي الحقيقة الفكرة دي هتبقى فكرة يعني إن شاء الله بإذن الله رائعة جدا بالنسبة للناس، بالذات إن إحنا دلوقتي الكونتاكت على النت وكده هيبقى الموضوع أسهل كتير إن يقدروا يشوفوا فاسيلتي زي كده من خلال السايت بتاعكم. وأعتقد إن شاء الله ممكن يبقى مفيد لمجموعة من الدكاترة كتير، ويبقى أبليكابل إن شاء الله لمجموعة كبيرة بإذن الله.